السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعترافات من الجن، هذه اعترافات من الجن. حضر جن على جسد مريض وأقنعته بالإسلام فأسلم بإذن الله، بعدما كان يهوديا أسلم بإذن الله. وتحدثت معه فكان من ضمن اعترافاته أنه قال: تؤثر فينا قراءة القرآن من قلبك. دي من ضمن اعترافاته أن قراءة القرآن تؤثر على الجن عندما تكون من القلب، وعندما تكون القراءة سليمة، وعندما تكون القراءة بالأحكام، وعندما تكون القراءة خارجة من القلب، سواء من الراقي أو من المريض نفسه. إن قرأ على نفسه من قلبه وكان يجيد الأحكام، أحكام التلاوة، فإن قراءة القرآن تؤثر على الجن. دي من ضمن اعترافات الجن. جالي تاني قال: سورة البقرة تقهرنا وتحرقنا. سورة البقرة تقهرنا وتحرقنا. فعليكم بالاستماع إلى سورة البقرة أو قراءتها حتى ولو كل أسبوع مرة، فإن سورة البقرة تقهر الجن وتحرقه. وهذه من ضمن اعترافات الجن على لسانه. أيضا قال: ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيحيط بكم النور فلا نستطيع الدخول لجسدكم. تخيل الجن بيقول ايه؟ ده من ضمن اعترافاته. لما الواحد دايما يذكر ربنا بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سيحيط بالجسد النور فلا يستطيع الجن دخول الجسد من النور حتى لا يحترق. الصدقه تعذبنا كثيرا، من ضمن كلماته واعترافاته قال: الصدقه بتعذبنا كثير. الصدقة تعذبنا كثيرا. عندما يتصدق المريض فإن الصدقة تعذب الجن كثيرا. ذكر الله يقطع عنا المدد السحري الخارجي. عندما يذكر الله المريض فإن الجن ينقطع عنه المدد السحري فما يعرفش يعمل ايه. قال لك بنكون حيارة، نكون حيرة عند ذكر الله المريض عندما يذكر الله، فنكون حيرة لأنه ينقطع عنا المدد السحري الخارجي اللي هو بالطلاسم. الناصية أو الجبهة إذا وضعنا أيدينا عليها سيسير الإنسان وفق إرادتنا. يعني الجن لما يضع إيديه على ناصية الإنسان فبيسير الإنسان وفق إرادته. طب نمنعه إزاي؟ نمنعه بذكر الله حتى لا يضع يديه على ناصيته. قال أيضا: نتسلط جنسيا ونفتعل الأحلام لكي نستمد الطاقة ونتقوى. يعني قال بالتسلط الجنسي على الإنس نستمد الطاقة ونتقوى بهذا الفعل. قال أيضا: قيام الليل يضعفنا ويعذبنا. لما يكون المريض بيقوم الليل الجن يضعف ويعذب، فعلينا بقيام الليل. ده من ضمن اعترافات الجن. الدعاء يحرقنا كثيرا ويهلكنا. لما يكون المريض بيدعي ربنا كثيرا فإن الجن يحرق ويهلك. فعل الخير يؤثر علينا ويدحرنا. لما المريض يفعل خير فبيؤثر على الجن ويدحره. قال أيضا: عندما يأكل المريض تمر العجوة والحبة السوداء بيضعف قوته. عندما يأكل المريض تمر العجوة والحبة السوداء يضعف قوتنا، بيضعف القوة بتاعتنا. نضعف في يوم الجمعة، جن على لسانه بيقولين نضعف في يوم الجمعة. الإيمان القوي واليقين يقهرنا. عندما يكون المريض عنده إيمان ويقين بالله فإن الجن يقهر. لا نستطيع التأثير على الناس في أمر استخاروا الله فيه.
المريض ربنا في أمر، فالجن خلاص لا يستطيع التأثير على الشخص نفسه. ليه؟ لأنه استخار الله. قال أيضا صورة الزلزال تبطل الأسحار المرشوشة أو المدفونة من ضمن اعترافات الجن. قال إن صورة الزلزال تبطل الأسحار المرشوشة أو المدفونة. قال أيضا نكره الروائح الطيبة كالمسك، بنكره ريحة المسك جدا. الجن بيقول كده، دي من ضمن اعترافاته بعدما أسلم، ضمن اعترافاته بعدما أسلم. قال أيضا نتقوى بالروائح الكريهة ونضعف بطهارة البدن والوضوء. لما الإنسان بيتطهر وبيتوضأ، الجن لو كان ساكن فيه أو مكلف بسحر بيضعف، لا نطيق تحمل الماء البارد لأنه يصعقنا. الماء البارد بيصعق الجن. قال أيضا نوسوس لكم حتى تؤخروا الصلوات، نوسوس لكم حتى تؤخروا الصلوات خاصة العصر والمغرب، ونلهيكم عن الأذكار لكي نتمكن منكم وتنفذ الأسحار إليه. بيوسوس للإنس علشان يأخر الصلاة، يأخر الصلاة على وقتها، وبالأخص صلاة العصر والمغرب، وبيلهي المريض عن الأذكار لكي يتمكنوا من تنفيذ الأسحار إليه. تعلقنا الملائكة، من ضمن كلماتهم برضو، تعلقنا الملائكة عند أعتاب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله، فلا نستطيع دخولها. عندما بتكون مشغل قرآن في بيتك أو بتقرأ قرآن دائم في بيتك، الملائكة بتعلق الجن على الأبواب، بتوقفهم على الباب، بتقولهم لا خلاص ما ينفعش تخشوا بيت يقرأ فيه قرآن، فعليكم بقراءة القرآن. قال أيضا عند الفزع والخوف الشديد، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستمنعنا من دخول جسدك. ضمن الاعترافات بتاعتهم ان الفزع، لما الواحد يفزع ويخاف كده ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه تمنعه من دخول الجسد. قال ايضا لا نستطيع رؤيتكم اذا قلتم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الحمام. لما الانسان يدخل الحمام لازم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فلو قال هذه الكلمات الجن ما بيشوفوش علشان يتلبس بيه أو يفعل ما يريد. نتجذب للتماثيل والصور المعلقة في البيوت لأن فيها طاقة نتقوى بها. يا سلام، التماثيل تجذبهم، والصور المعلقة أيضا في البيوت لأن فيها طاقة بيتقوى بها، ده من ضمن اعترافات. ننتشر في الأماكن التي فيها الرقص والغناء والموسيقى ونتقوى بالأغاني، بينتشر دايما، تلاقي الأماكن اللي فيها رقص وغناء وموسيقى الجن دايما منتشر فيها، الجن دايما منتشر فيها عشان يتلبس بأي جسد ضعيف. بيقول أيضا لا نستطيع دخول غرفة أقفل بابها بالتسميع بسم الله، يعني انت طالع من الغرفة بتاعتك اقفلها وقول بسم الله، دخلت الغرفة بتاعتك وانت بتفتحها قول بسم الله. دايما اجعل لسانك رطب بذكر الله حتى لا يستطيع الجن دخول الجسد او يفعل شيء مكلف به من ساحر. المؤمن التقي النقي الذي يعبد الله من القلب يخرج من قلبه نور ويحيط بكامل جسد، فلا نستطيع اختراقه خوفا ان نحترق بنوره. تخيلوا، ضمن اعترافات الجن ان المؤمن التقي، الانسان التقي النقي الذي يعبد الله من القلب، بيعبد ربنا من قلبه، يخرج من قلبه نور ويحيط جسده بالكامل، فعند ذلك لا يستطيع الجن اختراق جسده او الدخول فيه، او اذا كان مكلف من ساحر او عراف او مشعوذ فلا يستطيع الدخول جسد، لا يستطيع دخول جسد يعبد الله من القلب. ليه؟ لأنه بيخرج من قلبه نور يحيط جسده بالكامل، فلا يستطيع الجن اختراقه خوفا أن يحترق بنوره،
خوفا أن يحترق بنوري. هذه كانت اعترافات من جني كان يهوديا وعرضنا عليه الإسلام واقتنع وأسلم، وهذه من ضمن اعترافاته على باقي الجنيين إخوته. اللهم احفظنا من شر الشياطين والجن والإنس، وثبت قلوبنا على طريقك المستقيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.